أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في أرجاء الوطن العربي، أيها المتابعون معنا عبر بث قنوات أبو ظبي الرياضية والتطبيقات المختلفة المصاحبة لأحداث هذا النقل، لقاء منتخب مصر مع المنتخب البلجيكي في مباراة ودية دولية تقام على أرض الصداقة والسلام على أرض الكويت، حيث اللقاء الاستعدادي للمنتخب البلجيكي قبل خوض غمار كأس العالم، بينما هو استعدادي للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي فيتوريا طاقم تحكيم من دولة الكويت الشقيقة، وتعتبر مباراة تكريمية أخيرة. خلونا نبدأ بالتشكيل المصري. كان بالشناوي وأكرم توطاليا، وهذه كرة أمامية أيضا خطأ ضد هذا مصر، نفذت الكرة أمامية تعود لنا بيلعبها أمامية، الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تقدم، جاهم الحاجز حجازي لاعب نادي الاتحاد، خلصها في الكرة الماضية، الكرة تصل لمحمد صلاح، صلاح بيلعبها أمامية حلوة خلف المدافع، صاحبة الرقم القياسي، تتحدث عن الأرجنتين وفي أحد أصعب القارات، لما أقول أحد أصعب القارات قائمة تتسدد، ولكن أكرم توفيق ممتاز، أوه رايا تسلم، الكرة تستلم بالعارضة وتعود مهر، ستظهر بلجيكا بكبرها، دو بروين هذا اللاعب ستتبقى سنة واحدة، أحاول تريزيجيه عالية عرضية، الكرة رأسية، العراق 86 السعودية 94 في مسيرته كلاعب، دي بروين بيلعبها عالية وعرضية، هي تحديدا 249 أسست صنعها، 163 هدف سجلها النجم البلجيكي ابن 31 سنة، أول كرة القدم العالمية، هازارد بيحاول، حبون حسام الهداف، كرة ملعوبة تتخلص، كرة ملعوبة لحمادة، حمادة يعيدها ل... والحمد لله أن مصر سجلت في المونديال اللي فات، فرصة كرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لعب لن يا سلام الله 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 على المنتخب المصري، على أداء، على تناغمه، هو ده المنتخب، مش موجود في كأس العالم، العب لكراسكو، كراسكو بيلعبها عرضية أمام المرمى، برافو، كرة ترجع مرة ثانية، الكرة أمامية لكن أكرم توفيق، صلوا عنه، كيكي أمامية داخل منطقة الجزاء، برافو طارق، برافو 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 برافو، ابن الزمالك أهو خلصها في اللقطة الماضية، ولاعب نادي الاتحاد جدة السعودي الآن بيخلص الكرة الماضية من أمام كاس، مرة ثانية دي بروين تسديدة بتروح إلى خارج الملعب، كرة ثانتي في اللقطة الماضية، ثاتي في اللقطة الماضية، إصابة كراسكو، هذا ثاتي اللي أمامكم اللي سدد الكرة الماضية واللي علت العارضة وراحت إلى خارج الملعب على منتخب مصر الوصول لكأس العالم، كرة أمامية باتجاه تريزيجيه، قدمت مصر، قدمت وخدمت، كراسكو بيحاول يمر، كراسكو بيلعبها عرضية، كرة لدي بروين، يا سلام يا سلام، كرة رجعت مشيها أمام المرمى، لا زالت قائمة، تريزيجيه بيلعبها، مصطفى تتخلص داخل منطقة الجزاء، الكرة إلى خارج، مخرجنا في الكويت، عطنا إياها مرة ثانية، حنعمل نفسنا، أيوة، كرة ملعوبة للمنتخب، دي بروين، أوه مصطفى يا سلام، يا دي بروين، شوف يا ما تراجعت كرة القدم المصرية، ولكن ترجع الكرة مرة ثانية على الجهة اليسرى، حمادة إقامته حتى في بلدان محايدة، لكن لي هازارد يحاول، حمادة ألدرفيلد بيحاول، ترجع الكرة لأكرم توفيق، هذه مسألة، كرة ملعوبة أمامية بتدخل عرضية، شناوي يخرج، كرة يا سلام يا شناوي
استمرارية ثابت البطل، استمرارية شوبير. تريزيجيه حطها الله عليك يا فيفا. بص شوف يا فيفا، بص شوف المنتخب المصري بيعمل ايه. الله يا تريزيجيه، الله يا مستر صلاح. تبديلات اذا عندك على الجول حسكت لك. ابرز فترات ميرتينز اللي مرين، والكره الان للمنتخب البلجيكي. حجازي، حماده، يا سلام، اماميه، ستانتي، مره ثالثه، كره قويه، بس اماميه جبها معاك، الكره بتتخلص. شحاته ومع منتخب اوبندا بيمر، لا وجود لشيء. شناوي بياخذها الكره الى ضربه ركنيه، اوبندا يطالب بركله جزاء. لعوبه الان تصل لصلاح، بيحاول كراسكو بيخلصها في تريزيجيه، ابعدها كورتوا. يعود المنتخب البلجيكي، هذه بتتسدد دي بروين، لقطة للارتداد، كرة المنتخب البلجيكي أمامية، خطة مارتينيز عرضية، يا سلام، كرة ملعوبة أمامية قبر، يلا يا أبو الصلح، صلاح بيلعبها، تريزيجيه كسرة عالية عرضية، خروج حجازي ممتاز، كثيرة اللاعبين المصريين الحاليين، كرة بتتخلص، وصمد بعزة وكرامة. ولكن اتكلم كراسكو هدف للمنتخب البلجيكي، اول مرور من اكرم توفيق، كراسكو اخيرا تنفس ويسجل اوبندا هدف المنتخب البلجيكي، هدف المنتخب البلجيكي، اول وصول حقيقي في الشوط الثاني، منتخب بلجيكا يسجل هدف، اول وصول. شوف هذه الكره والعرض، لا كراسكو، يا سلام يا وحش، يا سلام يا شناوي، لا تحسبها تسلل. معلقة واحدة بس من المكون ده هتخلي بشرتك ولا بنت العشرين حاجة كده تحفة للبشرة، بياض وتفتيح، وكمان بتزيل أي شوائب في البشرة أو تصبغات في البشرة لو داومت عليها، بجد حلوة جدا جدا للبشرة. المكون ده هو القهوة أو البن، ممكن تجيبي تفل القهوة بعد ما تشربي كوباية القهوة كده وتستخدميه على البشرة، تعمليه سواء بسكراب أو تدخليه في الماسكات بتاعتك، وممكن تستخدميه في صورته الطبيعية كده. لو هناخد نشرب كوباية القهوة بتاعتنا، التفل اللي بيتبقى فيها أو التفل اللي بيبقى في الأرضية ده، هناخده نقلب معاه معلقة كده من الدقيق أو الحنة البيضة او الزبادي، ونفردهم على البشرة لحد ما تنشف تماما. بعد كده نغسلها بمية دافية، وبعد كده بسكراب بتونر يكون سائع او تلجية كده نمشيها على بشرتنا، وبعد كده ندهن.